لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فللحياة الإنسانية فضائلها التي إذا أخذت فرصتها ساعدت الناس على أن يكونوا صالحين خيرين سعداء. ورعاية فضائل الحياة وتنميتها ودعمها من أعظم الأعمال الإنسانية وأجلها وأحقها بالأجر والثواب. ومن أهم هذه الفضائل فضيلة حسن الجوار. لقد نوه القرآن الكريم بشأن فضيلة حسن الجوار حين قرن الله سبحانه وتعالى إكرام الجار وحسن معاملته بعبادته سبحانه وعدم الإشراك به. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار يقع على أربعة: على من ساكنك الدار، كما قال الشاعر: أجارتنا بالبيت إنك طالق، يقصد به زوجته. ويقع على من لاصق بيته بيتك، وعلى 40 دارا من كل جانب من جوانب بيتك، كما قالت السيدة عائشة: ألا أن 40 دارا جار. ويقع كذلك على من ساكنك البلد، قال تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والجار يقع على ثلاثة أنواع من حيث الحقوق: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم له حق واحد، وهو حق الجوار. وفي هذا دلالة واضحة على سماحة الإسلام وعدالة قوانينه التي وضعت ليستفيد منها المسلم وغير المسلم. عن مجاهد قال: كنت ذات يوم عند عبد الله بن عمر، وكان عنده غلام يسلخ له شاة، فقال ابن عمر: يا غلام، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. حتى قال ذلك مرارا، فقال الغلام: كم تقول هذا؟ قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بحق الجوار يصور لنا مدى إدراكه لفحوى العلاقات الإنسانية وحقيقتها. فجارك هو أقرب الناس إليك، ثم إن عينيك قريبة من ذخائره وأسراره ومشاكله وآلامه، فجحودك لحقوقه وأنت تصبحه وتمسيه يعني أنك ستكون أكثر جحودا للآخرين الذين لا يقعون منك هذا الموقع ولا يرتبطون بك هذا الارتباط. ومن أهم حقوق الجوار ما يلي: أولا، أن لا يأتيه من جاره مساءة أو مخافة أو مكروه. فقد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جارها، فقال: دعوها لا خير فيها، فإنها من أهل النار. بل وينبغي على المسلم أن لا يؤذي جاره حتى برائحة قدره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذي أحدكم جاره برائحة قدره حتى يغتلف له منه غرفة. ثانيا، أن تكون الحسنى والمودة سبيل التعامل بين الجار وجاره، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن يرد الله به خيرا يرزقه الجار الصالح، قال صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. بل ذهبوا في حسن الجوار أبعد من ذلك ليشمل به الحيوان أيضا. فيحدثنا التاريخ أن حمامة باضت في فسطاط عمرو بن العاص، ولما أراد الرحيل جاء العمال ليعملوا عملهم ويرفعوا الفسطاط، فوجدوا بيض حمامة، فذهبوا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فأخبروه بذلك، فقال: لا تزعج طائرا نزل في جوارنا وحل آمنا في رحالنا، أجلوا العمل حتى تفرخ. وقديما قالوا: إني لأحسد جاركم لجواركم، طوبى لمن أمسى لدارك جارا. بل كانت العرب تتفاخر بصيانة حق الجار، فقال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ولكن بالمقابل كثير من الناس باعوا منازلهم بثمن بخس بسبب سوء الجار، حتى أن شاعرا باع داره بدراهم معدودات، فلامه الناس على ذلك فقال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي
ولم يعلموا جارا هناك يناغصه، فقلت كف الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. وختاما، فما أجمل لو أحسن كل جار إلى جاره وعامله على أساس التعاليم الإسلامية والإرشادات النبوية لاجتمعت القلوب على المحبة والألفة والخير، وانعقدت العزائم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ومن جاورهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.